مرحبا واضح، اسمي كوتش دانيا قطان. مرحبا واضح، انا ضياء علاوي، عمري 21 سنه، بشتغل مدرب رياضه. بالنسبة للجيم أو أي رياضة فيها هيفي ويتس برمضان بيقولوا أنه ما منفضل كتير أنه نلعب هاي الرياضات إلا إذا خففنا من الأوزان ومن شدة التمرين، لأنه اعتمادنا بالأكل برياضات الويتس هي على الكربوهيدراتس. كتير مهم أنه يكون عندي مخزون من الكربوهيدراتس، فإذا هذا المخزون أنا استهلكته بالتمرين وكان عندي وقت كتير طويل لوقت الفطور، فهون رح يصير عندي اهتلاك للعضلة. أما بالنسبة لتمرين الكلاسز برمضان فهو ما في أي مشكلة إذا كان تمرين معتدل. هاي واضح، أنا مايا، أنا بشهر رمضان ما بقطع السبور، بالعكس كل يوم بنزل مشان دائما نضل محافظة على الإنرجي تبعي. هلا بالنسبة للتوقيت، أفضل توقيت كرياضات كارديو قبل الفطور، لأنه نحن بنتمرن وفورا بنروح على الفطور وبنفطر وبناكل، بناخذ حاجاتنا من الغذاء اللي نحن فقدناها خلال التمرين وعضلاتنا أخذت الغذاء المناسب لها. أما إذا عم نحكي على الويت تريننج فهون يفضل إنه يكون بعد الفطور بحوالي ساعتين لحتى نكون نحن أخذنا وجبتنا وأخذنا الطاقة تبعنا ورجعنا على الجيم بكل قوة. مرحبا واضح، أنا أديب، طالب طب بشري وموسيقي، بمارس الرياضة برمضان لأنه الرياضة شيء أساسي من اللايف ستايل تبعي بحياتي اليومية. وجبة الإفطار المثالية أنا بالنسبة لي بفضل تكون يعني شاملة كل العناصر اللي أنت مطلوبة منك، من ألياف اللي هي صحن سلطة مثلاً، بروتين سواء دجاج أو لحمة، كربوهيدرات مثلاً ممكن معكرونة أو رز. بدك تجمع هاي العناصر الثلاثة، ممكن تحط مثلاً شوية دهون صحية مع السلطة، زيت زيتون فرضاً أو حبتين جوز. بين مرتين لثلاث مرات بالأسبوع تتمرن، بين 45 لل 55 أو 60 دقيقة، يعني مدة ساعة ماكسيموم يعني. بس بيجينا كتير حالات أنه في أشخاص موظفين ما بيلحقوا، بدهم يرجعوا عبيتهم كذا، ففي عنا شيء اسمه vigorous workout. vigorous workout يعني هنن بياخدوا شدة تمرين أعلى بوقت أقل، طبعاً هذا إذا عندهم خبرة رياضية سابقة، هون ممكن يتمرنوا خلال 20 دقيقة أو حتى 30 دقيقة وياخدوا نفس النتيجة اللي ممكن ياخدوها بساعة. هو ما له كالريجيم، هو طريقة لتنظيم الريجيم. أنا مثلاً واحد من الناس اللي بفيق الصبح ما بحب أفطر، ما بحسن أفطر لبعد ما فيق بساعتين أو ثلاثة. فالصيام المتقطع هو طريقة لتنظيم الريجيم، الريجيم تبعك له عدة أساليب أنت بتنظمها بهذه الأمور، بس أنا بنصح فيه بصراحة كثير شيء حلو. أنا اسمي روبا، ربة منزل، أنا الرياضة بمارسها على طول، حتى لما بيجي رمضان رغم أنه بيكون عندي شغل بالبيت ووقفة بالمطبخ، بس بضبط وقتي لحتى أجي مارس درس الرياضة قبل الفطور. مرحبا واضح، أنا عم تابع جيم برمضان، والجيم شغلي حلوة لازم الإنسان يستمر فيها،